يعتبر حي تصومات من أقدم وأعرق الأحياء في مدينة ورزازات. حي رغم عراقته هذه تعرض ولا زال يتعرض لجميع أنواع التهميش والإقصاء من طرف المسؤولين. هشاشة البنيات التحتية وانعدام لأبسط وسائل الترفيه والمنتزهات. حي تسير فيه الحياة ببطء شديد. مشاكل عديدة لن يكفينا مقال واحد أو فيديو واحد لسردها. فموضوعنا اليوم غياب ملاعب القرب في الحي، لنسلط الضوء على تهميش فئة كبيرة من الأطفال والشباب. ولا شك أن كرة القدم من أهم وسائل الترفيه وأهم الرياضات التي يمارسها أبناء الحي الذين يعانون من عدم توفر ملعب صالح لممارسة رياضتهم. هنا ملعب الواد المتنفس الوحيد لأطفال وشباب حي تصومات. فالأطفال يقضون يومهم بعيدا عن أنظار عائلاتهم، مما يشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى صحتهم. اجي نقول لك شنو خاصكم هنا؟ خاصنا تيفيلي. اما الشباب فتزداد معاناتهم بسبب غياب ملاعب القرب. كلما مرت زخات مطرية في المدينة فيتعرض ملعبهم الوحيد للإتلاف، مما دفع أبناء الحي لرفع نداء للمسؤولين من أجل إيجاد حل وتوفير ملعب آمن للحي، لكن دون جدوى. ليضطر أبناء الحي لترميم ملعبهم يدويا في موقف يظهر التلاحم وقيم التضامن فيما بينهم. لكن كما سبق وذكرناه، عادت أمطار الخير لتتلف ملعبهم الوحيد مرة أخرى، ليبقى بذلك حي تصومات دون مراكز ترفيه ودون ملعب لأطفال الحي لتفريغ طاقاتهم السلبية. حي دون أبسط المرافق، دون بنيات تحتية، ومسؤول دون ضمير. أدرى ماشي تهميش الأحياء، أدهميش البازار، أدهميش البازار،